كده نبات عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عن صوب دانون يا غرس، عندي نص اطر الحليب قسمته نص درجه كيعلى ونص هوا، نضيف عليه 4 معالق ديال السكر على حسب الحلاوه كل واحد، نضيف عليه 2 لافاني، نضيف عليها 4 معالق ديال النيزو، ونضيف عليهم واحد ياغورت ديال لافاني، غنخلطو هاد العناصر كيجيب لينا السكر مزيان، عاد نكبو عليه داك الحليب اللي خيدناه، دابا غنجيبو داك الحليب اللي قلنا لي فيضناه، غنضيفو عليه، غنحركوه. دابا نجيبو داك الاله خاص بالدانون اللي ما عندوش، كيجيب الكيسان ديال العنبه ولا كيسان ديال العصير اللي كيكونوا صغار شويه، كنديروا الماء يطيب كنكبوا الدانون ديالنا في الكيسان وكنديروهم في الطنجره الضغط ولا اي الطنجره الا ما عندكم في الطنجره الضغط القميله، وكنغطيوها بالفوطه وكنضغطوا عليها بالغطا ديالها ونخليوه مع ديك الماء الطايب، راه كيجي هو هذاك. بسم الله، دابا غنخويه. هذا الدانون ديالي عمرت الكيسان ديالي، غنغطيه بالغطا ديالو ونخليه كما قلنا ان شاء الله في السحور ملي غنحلو ان شاء الله نوري لكم كي كيجي. دابا رجعت لكم من بعد ما مر من العصر حتى تقريبا وصلت للتراويح، دابا راه مصوب لينا نوري لكم كي كيجي حتى دابا باش يبرد لينا. شفتوا كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بحال ديال الحوانت. دابا ملي باقي حيت باقي سخون ملي يعقد دابا من الثلاجه كيخرج جامد وزوين. نتمنى الله يعجبكم الفيديو، اللي بغى يدير راه نفس ما قلت لكم، اللي بغى يدير مع الفواكه الجافه راه يمكن يديرها معاهم، كيجيو زوين بحال شويه اللوز شويه ديال الزبيب والشوكولاط حبيبات الدراري، كيجيو زوين بالصحه والراحه. الفيديو يجي ان شاء الله.